جميع المقابلة اللي دارت في أجواء جيدة، مباراة كانت تكتيكية أكثر ما كانت فيها الكرة. احنا المهم عندنا هو النتيجة، اليوم تحقق لنا النتيجة إيجابية، هذا هو الأهم. إن شاء الله الماتش ديال الفينال كنتمنى ونحققوا نتيجة إيجابية، الفوز بشي جوج زيرو ولا ثلاثة زيرو باش نمشيو الماتش الروتور يدوز بخير ونتقاتلوا إن شاء الله. وديما رجاء اخويا، اجواء مزيانه اخويا 100%، وكنشكروا هذه الفرقه هذه، واخا اللعب ناقص اليوم، ولكن هذه الاجواء ديال لافريك. المهم هو النتيجه، وديما رجاء ديما رجاء ديما جاي لعبات اليوم ما شلناش كره شويه، كنتمنوا ان شاء الله الماتش الاخر نحقوا فيه نتيجه ايجابيه هنا في دونو، ان شاء الله نربحوا بشي نتيجه تكون كبيره، والروتور غنتقاتلوا عليها. وديما رجاء ومروحه، وديما رجاء نهزوا مصر، بلادي ظلموني، بلادي ظلموني. المباراه كانت صعبه بعض الشيء، كانت واحد شويه قاسحه على الرجويين، لان المدرب ما لعبش بميليو مزيان، دوزيام ميطا الى سيزي، وكانت نتيجه مزيانه وديما خضراء. ديما خضراء ماتشات كيتربحوا وما كيتلعبوش. المهم يا كان الفينال وكاس رجاوي، ونرجعوا نحكموا لافريك ان شاء الله. ان شاء الله الفينال. السلام عليكم خوشي، تحياتي للناس ديال كازا اول حاجه، وشنشكر الجمهور على الحضور، شنشكر اللعابه، وش نقول لك، جينا من سلا وديما رجاء. تحياتي كامل رجاء، ويسلا كامل رجاء. الواد 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 الواد